أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. في كل فترة تسبق الانتخابات في العراق تحصل حركة مكوكية محمومة بين قادة الكتل السياسية من أجل التحالف مع كتل أخرى للدخول في الانتخابات، وهم بموقف قوي يمكنهم من تحقيق مكاسب شخصية. هذه التحالفات منذ عام 2003 ونحن نراها لا تفعل شيء للعراق ولا للعراقيين، بل نراها فقط تحقق مكاسب شخصية لشخوص وأحزاب بعينها، وهؤلاء هم أنفسهم من دمروا العراق وجعلوه يصل إلى ما وصل إليه اليوم، هذا البلد العريق الذي تجاوز عمره أكثر من 7000 سنة، هذا البلد الذي اخترع الكتاب لهذا العالم، الذي اخترع العجلة والكثير من الأمور، اليوم يعيش في تخلف مدقع، وها نحن أمام تحالفات جديدة والسبب معروف. وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنتابع معا التقرير التالي. فالقوم في السر غير القوم في العلن، كما أسعف هذا الشطر معروف الرصافي في توصيف حالة معينة في وقت ما، هو الآن يسعف آخرين بإسقاطه على حالة شركاء السياسة مقتسمي الكعكة بالعراق الجديد. في ليلة ومن بين أروقة الخضراء أعلن العبادي تحالفا انتخابيا، وفي صبيحة تلك الليلة استفاق هو وشركاؤه على التحالف منهارا. لم يكن تناقض العبادي بتحالفه مع من كان يرفض دخولهم الانتخابات أصلا محط أنظار بعد أن بات ما سماه ائتلاف النصر في حكم العدم عقب انسحاب أغلب المتحالفين منه كميليشيا بدر والعصائب ليتبعهما على عجل المجلس الأعلى وكتلة منتصرون وآخرون. تحجج المنسحبون بانضمام من وصفوهم بالفاسدين للتحالف، فضلا عن رفضهم انضمام آخرين كالحكيم أو الصدر، لكن مع توالي المنسحبين وغزارة التصريحات بدأت تتكشف الأسباب الحقيقية للانسحاب. كريم النوري القيادي في ميليشيا الحشد قال إن الأعداد الكثيرة للمتحالفين لا تسمح للأحزاب بالصعود، فإن الفرص بين الائتلاف الواحد ستكون صعبة، وهذا ما أكده أيضا رئيس كتلة منتصرون مهدي الموسوي الذي أشار إلى وجود أكثر من 60 كيانا سياسيا، ما يسبب عرقلة العملية الانتخابية وتشرذم أصوات الناخبين. لذا وجدت كتلته وغيرها أن من الضروري الانسحاب لضمان امتيازات أكبر. وإذ لا يعرف ما إذا كان انفضاض الحلفاء لتدبر مصالحهم الخاصة ما يدفع إلى جمعهم من جديد، لكن تجارب ماضية تؤكد أن كل ما على الساحة اليوم لا يعدو كونه شكليا فقط، فبعد الانتخابات سيتحالف متصارعو اليوم لتشكيل كتلة كبيرة تدير دفة البرلمان. بيد أن هذا المشهد الهزلي كما يصفه كثر، والذي جاء بوقت أنهك فيه الشعب قمعا وتشتيتا وبعضهم قتلا وتشريدا، يحيل إلى الأيدي الممدودة من فوق الأنقاض لتكمل ما بدأته على ركام مدن البلاد المدمرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. في البدء دعوني أرحب بضيفي معي داخل الأستوديو، الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نظير كندوري، أهلا ومرحبا بك. حياك الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. وأيضا معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي إياد العناز، أهلا ومرحبا بك أستاذ إياد. أهلا وسهلا بك وبضيفك العزيز. حياك الله. أبدأ معك أستاذ نظير، اليوم العراق على موعد انتخابات جديدة، كيف تنظرون لها بشكل عام؟ يعني لا أبالغ إذا قلت أن أخطر انتخابات مرت ما بعد الاحتلال ولحد الآن هي الانتخابات التي سنقبل عليها بعد بضعة أشهر. نعم. ذلك لأن يعني في هذه المرحلة التي وصلت لها العملية السياسية المدعومة أمريكيا وإيرانيا، وصلت إلى أن المكونات السياسية الشيعية وصلت إلى مرحلة من تهميش المكونات الأخرى إلى درجة كبيرة، بحيث أن الآن المكون السياسي السني أصبح رقم غير مؤثر بالعملية السياسية. كذلك في الآونة الأخيرة استطاعت هذه الكتل المدعومة من إيران تفتيت الكتل الكردستانية وشقت صفهم، بحيث أن هذه الانتخابات للمرة الأولى يدخلوها وهم منقسمون. بالتالي فإن الصراع الحالي الآن، وتجد أن وسائل الإعلام كلها تغطي موضوع واحد،
هو موضوع الصراع ما بين الكتل الشيعية نفسها. وصلت إلى مرحلة بعد أن استثنت الجميع وانفردت بالحكم وانفردت بالعملية السياسية، أصبح الآن التنافس فيما بينها أيهما يأخذ الحصة الأكبر من الكعكة. وبالتالي نحن مقدمون لا أبالغ إذا قلت لك أن ربما هذه الإشكالات ستبقى قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات، وربما ستترجم إلى أفعال لحل خلافاتهم على الأرض، وهذا مستوى خطير من التصعيد يعني كما أرى. أستاذ إياد، هل الانتخابات برأيكم ستقدم للعراق والعراقيين أي شيء يذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. بدأنا العملية السياسية التي أتى بها الاحتلال بعد 9 نيسان 2013 والغزو الأمريكي والبريطاني للعراق وخمس حكومات متوالية، نرى أنه جميعها أثبتت أن هذه العملية السياسية فاشلة. وهذه العملية السياسية لم ترتقي إلى معاناة ومكابدات الشعب العراقي، بل لم ترتفع عاليا لتحقيق ما وعد به الاحتلال الأمريكي، واعتبر أنه سيسعى إلى إيجاد واحة خضراء في منطقة الشرق الأوسط ويعني بها احتلاله للعراق. فما كانت هذه ملامح هذه الواحة الخضراء؟ هي مزيدة من التدمير والتحطيم للبنى التحتية للمدن العراقية، وهي ضياع إلى ثرواته وضياع إلى مستقبله، وبالتالي هي سفك للدماء وانحدار إلى آخر المعدلات في عملية النمو إن كان اقتصاديا أو اجتماعيا. وبالتالي ماذا قدمت هذه العملية السياسية وماذا ستفيد هذه الانتخابات عندما نرى أنه هي نفس الوجوه التي تتوالى على السيطرة على القرار السياسي بدعم وإسناد من قبل الحكومة الأمريكية، وأيضا بدعم وإسناد من النظام الإيراني. لكل هم مصالحهما، تتصارع الإرادتين الأمريكيتين والإيرانية في العراق من أجل الفوز بتسيد الموقف السياسي في العراق على أنقاض وعلى أشلاء الشعب العراقي الذي عانى وما يعانيه طيلة 15 سنة من الاحتلال. نحن نرى أن هذه الانتخابات إن جرت أو أجلت أو أفضت إلى تحالفات فإنها سوف لا تأتي بجديد. واضح للعيان أنه ليس هناك برامج سياسية للأحزاب السياسية، لم تعلن هذه الأحزاب والكتل السياسية عن برامجها الانتخابية، لا يوجد هناك عملية إسناد إلى حق الشعب العراقي في الحياة وفي اختيار مستقبله السياسي. بالتالي ماذا فعلت هذه الأحزاب والكتل غير تحقيق مصالحها، غير تحقيق ما تصبو إليه من سيطرة على الحكم؟ وبالتالي نحن نعلم كيفية أن هذه الأحزاب والكتل هي تلتزم المعايير الأساسية في تحالفاتها وبالتالي ارتباطاتها الإقليمية والدولية مع الدول إن كانت إيران أو الدول الأخرى. نحن نعلم جيدا أن ما يعانيه الشعب العراقي الآن وتحديدا بعد العمليات العسكرية والنزاعات العسكرية التي جرت طيلة 3 سنوات الماضية وأفضت إلى التحطيم البنى التحتية لهذه المدن ولهذه القصبات، هناك العديد من المشاكل ليست تنحصر فقط في موضوع بسيط في موضوع هو اجتماعي نعم كبير في بدولاته، هو موضوع النازحين أو المرحلين أو التاركين مدنهم بسبب العمليات العسكرية وما طالت دورهم من هدم وتدمير وعوائلهم من قتل وتشنيع واعتقال، ولكن نحن نقول أين البنى التحتية للنهضة الزراعية؟ أين البنى التحتية للنهضة الزراعية؟ هل بني مشروعا اقتصاديا تنمويا طيلة 15 سنة ماضية؟ هل أنشئ معملا استراتيجيا؟ هل تم مكافحة البطالة؟ هل تم العمل على استفادة من طاقات الشباب؟ فما نجني من هذه العملية السياسية غير الخراب والدمار، فسوف تكون العملية القادمة والانتخابات القادمة كسابقتها في ملامحها وفي صورها. نعم أستاذ نظير، برأيكم قبل أن نتكلم عن المستقبل، هل تحقق أي شيء يذكر فيما يخص البرنامج الحكومي لحكومة حيدر العبادي أو ما سبقها من حكومات؟ يعني بالذات حيدر العبادي جاء بمرحلة نهاية لمرحلة نور المالكي، والذي تم فرض أن يتخلى عن السلطة لصالح حيدر العبادي، وتم التطبيل كثيرا على أن مرحلة العبادي هي مرحلة جديدة ستكون مغايرة للمالكي وإجراءاته، ويعني تم تشكيل برنامج سياسي هذه 5 صفحات من الوعود
بالتغيير للأفضل. ولو تطلع على كل البنود التي فيها ولا واحد استطاع تحقيقها، يعني من ضمنها روح العمل بالفريق الواحد، إصدار قانون عفو، تأسيس الحرس الوطني، إطلاق العفو العام، وتحقيق التوازن بالأجهزة الأمنية، ولا شيء واحد استطاع تحقيقه. يعني نستطيع أن نقول هو الوجه الأكثر قبولية من المالكي، هما وجهان لعملة واحدة، لم يستطيع أن يغير أي شيء، بل في عهده تم اقتراف الكثير من الانتهاكات في حقوق المكونات الأخرى. يا ترى هل من يريد أن يعني يجدد الولاية له مرة ثانية؟ هو ماذا حقق خلال 4 سنوات؟ هو يتبجح الآن بالنصر الذي يعني أحرزه ضد عصابات داعش. أي نصر الذي أحرزه؟ هو استطاع أن يهدم قرى ومدن كاملة وجعلها يعني سواها بالأرض. هل هذا نصر؟ إذا كان هذا نصر في اعتباره، يعني نحن مقبلون على دمار أكبر، مقبلون على يعني فساد أكبر. هذا النفاق السياسي الذي موجود، يعني تراه يتقرب تارة من التيار الصدري، ثم يتقرب تارة من الميليشيات، ويلعب على الحبال ما بين النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني. يا ترى هل استطاع تحقيق من كل هذا النفاق السياسي، هل استطاع تحقيق أي يعني مكاسب للشعب العراقي؟ يعني حقيقة هذه العملية السياسية، أنا أقول لك العملية السياسية هي هدف لكل شعب يريد التحرر، يريد أن يعيش بحياة مستقرة، لكن هذه العملية السياسية فاقدة المحتوى. هي عملية يعني واحدة من مظاهر العملية السياسية هي الانتخابات. نعم. الانتخابات يعني يتم التزوير، يتم الإقصاء، يتم تسقيط السياسيين الذي ربما يفوزون فيها، وبالتالي أي ديمقراطية نحن نعيشها؟ نحن نعيش أسوأ من الدكتاتورية. إذا كانت الدكتاتورية سيئة فنحن نعيش مرحلة أسوأ من الدكتاتورية، لأنه يدلسون على الناس بأن هؤلاء القادة جاءوا بعملية انتخابية حقيقية، لكن الأمر هي قمة بالدكتاتورية، قمة بانتهاك حقوق الإنسان، انسداد الأفق، يعني تحطيم البنى التحتية. نعم. وحتى التعليم في كل المراحل تردي، نحن دائما في آخر لستة من أي تصنيف دولي، من أي تصنيف عالمي، إن كان يخص في الأمن أو يخص التعليم أو يخص أي يعني مظهر من مظاهر الحياة الكريمة للإنسان. نعم. أستاذ إياد، قرأت مقالا يقول أن الإنجاز الوحيد الذي أنجزته حكومة حيدر العبادي وأيضا حكومتي نور المالك التي سبقت هذه الحكومة هي ترسيخ مبدأ الطائفية بين الشعب العراقي، هل توافقون على هذا الأمر أم لا؟ يعني هي كما قلنا هذه الحكومات اللي تلت الاحتلال هي أدت إلى مفهوميا ورسخت مفهوميا نعم المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية. هذين الملمحين هم أدى إلى وضوح حقيقة العملية السياسية التي أتى بها الاحتلال. العراق أريد له أن يكون هكذا، يكون ضعيفا غير معافى، أن يكون دائما تتقاذفه الطائفية السياسية، وهذه الطائفية السياسية حاول السياسيون المستفيدون والمرتبطون أن تتحول إلى طائفية اجتماعية لتمزيق المجتمع العراقي. المعروف أن المجتمع العراقي هو نسيج متماسك، هكذا معلوم وسيبقى هكذا مهما حاول الأعداء ومهما حاول المتآمرون على هذا البلد. لكن عملية ترسيخ الطائفية السياسية هي لأغراض ومنافع ودوافع أساسية كما إضعاف العراق وإضعاف شعبه. الآن عندما قال العبادي أنه ذاهب إلى مرحلة جديدة من الانتخابات وأسمها بقائمة النصر، هذه قائمة النصر التي أعطى ملامحها بأنها قائمة ستكون وطنية، قائمة ستحوي برامج تنموية، تحوي شخصيات تحمل كفاءة علمية. ماذا نراها؟ نراها أنه في بداية أول تشكيل لها ذهبت إلى أن تكون قائمة طائفية، يعني عندما أشرعت إلى أن تتحالف مع قائمة الفتح المبين بهذا التحالف الذي لم يكن هناك أكثر من 24 ساعة وانفضى، انفضى ليس لأمور سياسية أو فنية ولكن اختلافات الرؤى وكيفية السيطرة والهيمنة على القرار السياسي في العراق. ماذا نرى؟ ماذا حدث؟ حدث هناك ليس خلافا أو تصدعا لدى الجماعات
من المكونات الأخرى، لكن أثبت هنا خلافا سياسيا داخل الحزب الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، وتحديدا لو نرى ماذا تحدث التيار الصدري على لسان مقتدى الصدر عندما وصف هذا التحالف بالتحالف البغيض، لأنه عندما يقول بغيضا هو يعلم جيدا أنه قائم على أساس طائفي، وهذه الطائفية هي التي تمسخ وحدة البلد. هذه الطائفية اللعينة التي أراد منها الاحتلال وأراد منها أذناب الاحتلال أن تكون جسما لتحقيق مآربهم، وبالتالي افتعم نحن نقول أن هذه الحكومات رسخت هذا المبدأ وعملت عليه، وما حاولت أن توجد الذرائع لتتبجح حقيقة بالدفاع عن مقولاتها أو أهدافها، فهي عاجزة عن إثبات ذلك، لأن الواقع المر والحالة التي يعيش قدام الشعب العراقي. نحن لا نتكلم عن محافظات معينة بخمسة أو ستة محافظات، الحال في العراق كاملة من شماله إلى جنوبه، لنرى ما هي كما قلت قبل قليل، أي نهضة اجتماعية، نهضة عمرانية، نهضة صناعية. العراق هو الآن يعاني من قال يعاني من عدم وجود المشروع الاستراتيجي، يعاني هدر في أمواله وسرقة المال العام. أين موضوع شعارات مكافحة الفاسدين؟ أين هم الفاسدون؟ هم يعلمون جيدا من هم الفاسدين، هم الزعامات والكتل السياسية التي تتحكم لديها أخطبوط من المافيات التي تتعامل وتحاول مشاريع وهمية. نحن نعلم وصلت إلى أكثر من 90,000 مشروع وهمي بلغ قيمة المبالغ التي صرفت على هذه المشاريع أكثر من 206 مليار دولار، هذا معلن. وآخرها كما أعلنت هيئة النزاهة قبل أسبوع عندما أشارت إلى وجود هدر في أموال الدولة تقدر ب 200 مليار دولار خلال السنة، فأين ما يتكلمون منه وأين شعاراتهم الزائفة؟ نعم أستاذ نظير، هل يجب على الشعب العراقي أن يعطي صوته من جديد لهذه الشخوص، خصوصا إذا ما قرأنا الموقف في العراق نجدهم هم أنفسهم من رشحوا للانتخابات المقبلة؟ يعني لا أعرف ماذا أقول لك وأصف حيرة الشعب العراقي أو المواطن العراقي إزاء هذه العملية السياسية. كل العراقيين على اختلاف مكوناتهم لا يرضون على الذي يحدث، ولا هذا الدمار الذي يحدث لبلدهم، ولكن ما هي الخيارات؟ يعني الجميع يقولون له إذا أردت أن تغير واقع الحال فما عليك إلا بصندوق الانتخابات، وهو كلام نظريا كلام رائع، لكن هل يضمن الشعب العراقي أن أصواته ستذهب إلى من يريدونهم؟ يعني التزييف الذي بالانتخابات هذه هو الذي أفرز تلك النخبة السياسية وسيعيد تكرارها مرة ثانية لتتصدر المشهد السياسي. لا يوجد أي يعني مواثيق تجعل المواطن يثق بأن صوته سيكون في المكان المناسب. وببساطة لأن العملية السياسية أصلا تم تأسيسها من محتل ودولة طامعة، وبالتالي فكل هذه العملية السياسية إذا لم تصب في مصلحة الاحتلال أو مصلحة هذه الدولة الجارة فهي يعني تعتبر بالنسبة لها عملية سياسية باطلة. فالآن يعني لكي أفكر، يعني أنا الآن مواطن عراقي والآن لدي حق انتخابي، ما من أنتخب؟ كل الآن الذين مرشحين لل يعني الانتخابات هذه هي نفس الوجوه منذ سنة 2003، لم تتغير ولم تتغير سياساتهم بالرغم من الوعود التي يعطونها، لكن الصورة لم تتغير بل تغيرت نحو الأسوأ. يعني 2003 الحال فيها أفضل من 2018 و 2017. لنفترض أنه حصل عزوف شعبي شامل للانتخابات، هل سيغير شيء ذلك؟ لا يغير. يعني أنا أقول لك أحد الخيارات أن المواطنين جميعا يقاطعون الانتخابات، والله العظيم سيجعلون الآلة الإعلامية لهم تجعل بأن الانتخابات ناجحة وشارك الشعب العراقي بنسبة 70 أو 80% ويتم تزوير أصواتهم جميعا، وتذهب إلى الشخصيات نفسها التي الآن تتصدر المشهد. الشعب العراقي في محنة عظيمة، محنة عظيمة، يعني يجب أن يكون هناك يعني تدخل دولي لوقف هذه الحالة المأساوية. طيب. نحن أسرى يعني بأيد هؤلاء السياسيين. أستاذ إياد، بعد إجابة الأستاذ نظير وعقد ونصف من الزمن، ألا تعتقد أن الشعب العراقي يجب عليه أن يفهم اللعبة جيدا وأن يقلب الطاولة على الكتل السياسية؟ يعني بعد 15 سنة، نحن بعد شهرين سنكون في الذكرى 15 لاحتلال العراق. نعم.
الشعب العراقي شعب عراقي، الشعب العراقي شعب كريم وشعب تواق إلى الحرية، شعب يعشق القانون ويحب الحياة، شعب ليس يغيب عليه هذه الحقائق التي ذكرتها، ولكنه شعب صبور، شعب يريد أن ينعتق، ينعتق من الظلم، وينعتق مما كبل به من سلاسل وأوجدها الاحتلال والحكومات اللي تلته. ولكن هذا الشعب العراقي الآن عندما كبل بمشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية، عندما كبل أيضا بمشاكل أمنية فاقت صبره من عملية الاعتقالات، من عملية الاغتيالات، من عملية التفجيرات، من عمليات الهدم لمدنه وتجريف لأراضيه، من عمليات الترحيل، من عمليات الهروب، من عمليات الاعتقال في الزنزانات لطيلة 10 سنوات ماضية. ماذا يفعل هكذا الشعب؟ كيف يتعامل مع المعطيات التي هو عرض؟ كيف يمكن أن ما هي آلياته في عملية التغيير؟ ولكن مع ذلك أقول هكذا العراق، هكذا العراقيون، هم لا ينتفضون ولا يرتحمون مع واقعهم ولا يغيرون إذا لم تكن هناك معاناة تزداد ومكابدات ترتفع مع مقاديرها. ولذلك الشعب العراقي عندما يكابد الآن وعندما يكافح الآن الظلم ويشعر بالتعسف والظلم الاجتماعي وانعدام العدالة الاجتماعية سنراه ينتفض في أي لحظة من اللحظات، لأن التغيير لا تصنعه إلا إرادة الشعوب. نحن لا نتكلم الآن كلاما إنشائيا أو عاطفيا، ولا هو مجرد كلام يقال عبر برنامج وحوار سياسي، ولكن نحن نقول هذه حقائق. هذا العراق، هذا بلد الحضارات، 7000 سنة قبل الميلاد نحن نعلم كيف استطاع هذا البلد أن يبني حضارات. والنتيجة، النتيجة أنه لماذا استهدف العراق واستهدف المعايير والقيم التي تحدثنا بها، والذي تضمنه سؤالك أنه كيف يستطيع الشعب العراقي، هم يخافون الشعب العراقي. ثق بالله أنه هذا الكلام وهذا الحوار الآن يمتد لمدة 45 دقيقة هو من يقلقهم، يقلقهم كلام، يقلقهم الحرية في توضيح الحالة إلى أبناء الشعب العراقي، يقلقهم أن الحديث عن عملية التغيير. كل هذه هي تصب في مصلحة الشعب العراقي وتصب في عملية التغيير القادم، التغيير قادم يعني وتحصيل حاصل، ولكن نحن نعلم أن المكابدة كبيرة، نعلم أن الصعاب شديدة، نعلم أن ما يحاولون أن يزيدون به معاناة شعبنا واضح للعيان، برامجهم، مناهجهم، ولكن هذا ليس يدعو إلى اليأس وإنما والقنوط، وإنما يدعو إلى العمل والاندفاع من أجل عملية التغيير القادمة بإذنه تعالى. أستاذ نظير، قبل كل انتخابات في العراق حركة محمومة بين الكتل السياسية تغيرت بنسبة 360 درجة في كل انتخابات لنصل إلى الانتخابات المقبلة، وهنالك تحالفات جديدة، مقتدى الصدر وصف بعضها بالبغيضة، بعضها غريب، بعضها مفاجئ للجميع. ما الغاية من هذه التحالفات؟ يعني إذا أردنا أن نناقش هذا الحراك، إن صح التعبير، حراك السياسي والتحالفات السياسية ما بين الكتل، لو تلاحظ شيء جديد في هذه الانتخابات، الإعلام لا يسلط إلا على التحالفات بين الكتل الشيعية، وهذا دليل على أن هذه الكتل الشيعية وبدعم من إيران ودعم غير مباشر أيضا من الولايات المتحدة أصبحت هي سيدة الموقف السياسي في العراق. لا أحد يناقش ماذا فعل السنة، السياسيون السنة، ولا أحد يناقش ماذا سيفعل الأكراد في الانتخابات القادمة. الأمر والأضواء كلها مسلطة على الكتل الشيعية، وترى الآن السياسيين الأحزاب الشيعية تتنقل ما بين تحالف إلى تحالف آخر ومن نقيض إلى نقيض آخر. اليوم تتفاجأ بتحالف لا تستطيع أن تفسره، وغدا ينفض هذا التحالف إلى يعني أجزاء وتظهر تحالفات جديدة سأتطرق إليه. يعني هذا دليل على أن كل هذه الأحزاب ليست لديها أجندة سياسية أو برامج سياسية للمرحلة المقبلة. أيضا يتوضح لنا أنهم همهم ما بعد الانتخابات وما هي المناصب التي سيحرزوها وما هي الأثمان والمكافآت التي سيحصلون عليها وكم من المليارات سوف يغتنون بها. يعني لا يوجد برنامج سياسي فعلا في كل برامجهم السياسية وتصرفاتهم على الأرض، لا توجد مصلحة للشعب العراقي. الشعب العراقي من سيء الأسوأ، بل حتى هذه المكونات التي تقول أنها تمثل المكون الشيعي، انظر إلى المناطق التي فيها الشيعة،
العشائر تتقاتل فيما بينها، المخدرات منتشرة، القذارة منتشرة، التعليم متردي، الأمية متفشية، ماذا فعلتم أنتم لمكونكم لكي تفعلوا للعراق ككل؟ نعم مشاهدينا الكرام، حوار سياسي مستمر معكم ولكن فيه فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج حوار سياسي. أبدأ مع الأستاذ إياد عناز من العاصمة الأردنية عمان. أستاذ إياد، هذه التحالفات التي تعلن بين الفينة والأخرى لمصلحة من؟ لمصلحة العراق، الشعب، لمصلحة الأحزاب، الكتل السياسية، أم أنها مصالح شخصية؟ يعني تحديدا واضح أن الكلام أنه هي طبعا تحقق مصالحهم الذاتية. نحن أيقنا وتحدثنا أن هذه العملية السياسية لا تمثل إلا الكتل والأحزاب المضوية إليه، لا تمثل حقيقة الواقع الذي يعيشه الشعب العراقي ولا تهتم بمعاناة الشعب العراقي، وإلا أنها ماذا تذهب الآن؟ تذهب إلى موضوع الكل الآن يتحدث عن ماذا؟ هل تحدثوا إعلاميا أو تحدثوا من خلال مجالسهم المنعقدة في مجلس النواب أو برامجهم أو كتلهم السياسية عن معاناة الشعب العراقي؟ هل تحدثوا ما قدموه إلى النازحين في معسكرات النازحين؟ هل فكروا في كيفية إعمار البلدان المحافظات؟ يتكلمون الآن على كيفية انعقاد متى تعقد أو تقام الانتخابات؟ هل تأجيلها سيكون ضمن الدستور؟ ويلتزمون بالدستور. لو التزموا بالدستور الذي وضعه الاحتلال والذي صوت عليه أدوات الاحتلال، الدستور هل فقط يعني يشير إلى موضوع دستوري وقانوني يتعلق بالانتخابات؟ الدستور بالرغم كل الملاحظات اللي عليه، لكن هناك بعض النقاط التي تتعلق بكيفية وصفهم إلى الحياة الاجتماعية، بكيفية وصفهم إلى بنود الدستور ومواده، في كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية، في إعطاء حرية الرأي، في إعطاء حالة الحياة الحرة الكريمة للشعب العراقي، في زيادة معدلات التنمية، في زيادة معدلات الدخل للفرد. هل تحقق ذلك؟ هل فعلا هم كانوا ملتزمين بالدستور ليلتزموا بالدستور حرفيا بموضوع الانتخابات أو إقراره في موعده؟ هل أصبحت الأمور منحلة ليبقى لدينا موضوع إقامة الانتخابات من عدمها؟ هذه التحالفات السياسية إنما تفضي إلى تحقيق غاية تغدر صالحهم، غايتهم السيطرة، غايتهم الدعوة إلى تحقيق الأغلبية السياسية التي ينادون منها منذ فترة. الأغلبية السياسية تحقق بالقرار السياسي، هم يعلمون هم نعم يبدو يعني نعم أنتقد بالسؤال وأقتبس منك كلمة وهي قضية النازحين. أستاذ نظير، سياسيو السنة لنتكلم عنهم الآن، هم يقولون نحن ندافع عن قضية النازحين وعن قضية هذه المناطق المضطهدة. اليوم أليس هم أمام فرصة ذهبية لاغتنامها وهي قضية النازحين والدخول في حرب ومعركة من أجل إعادتهم إلى مناطقهم وإعمار هذه المناطق، لكننا نجدهم نائمون إلى اليوم؟ الغريب في السياسيون سنة، قبل أيام ظهر تقرير لمركز حقوقي أعتقد اسمه مركز بغداد لحقوق الإنسان يوثق قيام بعض الأحزاب السياسية السنية بإعادة النازحين إلى مناطقهم بالقوة. نعم. وإلى مناطق هي أيضا مناطق غير مؤهلة ولم يتم إعمارها وما زال هناك تهديد أمني في تلك المناطق،
فقط من أجل أن يشاركوا في انتخاب تلك الأحزاب. هذا ما قالته هيئة علماء المسلمين أيضا في بيان لها. يعني أنت تطلب من شيء من أناس يعني هم فاقديه، يعني بدلا ما أن يصر السياسي السني الموجود حاليا أو من سينتخب في هذه الانتخابات أن يصر على إعادة هؤلاء النازحين بعد إعمار تلك المناطق وبعد تحقيق الأمن فيها، وتكون الإعادة طوعية وليست بالقوة. نعم. هذا الذي يفترض بالمكون السني. ولكن أنا أشرت قبل قليل، المكون السني والنخبة السياسية له الآن أصبحت إلى درجة من التهميش، بحيث أصبحت الآن هي صفر على الشمال، لا تستطيع أن تقدم شيء لمكونها، لا تستطيع أن تقف بموقف المتحدي المدافع عن حقوق ناخبيه. لذلك هم الآن تجدهم يتسابقون في الترشيح في داخل القوائم الكتل الشيعية. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى قناعة بأنه ليس لديه شعبية بمكونه، وأنه لو راهن على مكونه السني سوف لن ينجح بأي انتخابات. لذلك هو قد باع نفسه إلى أجندة إيرانية وجعل اسمه في الكتل الشيعية، ولا أريد أذكر أسماء، توجد أسماء كثيرة، لكن هذا لا ينطبق على الجميع. الآن بعض الكتل السنية قد تآلفت في يعني تكتل جديد، يعني متناقض التوجهات، أجنداته مختلفة. الذي يجمعهم فقط أنهم يراهنون عسى ولعل أن المكون العربي السني سينتخبهم، ليس لأنه يضع ثقته فيهم، إنما لأنه لا يوجد غيرهم. هذه العملية السياسية التي يجعلوك بين خيار سيء وأسوأ، نعم، هل هي عملية ديمقراطية؟ هل يستطيع يعني شخص سياسي وطني حقيقي يستطيع أن يرشح بدون أن يتعرض إلى مخاطر أمنية في الآن في بغداد؟ نعم. هذا الأمر متعذر. الناخب العراقي الآن في أصعب حالاته، لا يستطيع أن ينتخب حقيقة من يمثله ومن يريد أن يدافع عن قضاياه. والسبب عدم وجود من يمثله في هذه العملية الانتخابية. طيب. يوجد ولكن لا يسمح له. طيب. أن يشترك. أستاذ إياد، هنالك تحالف غريب عجيب مفاجئ للجميع أعلنه حيدر العبادي، الذي تبجح وطمأن الشعب العراقي أنه لن يسمح للحشد في الدخول إلى العملية السياسية ليشكل تحالف نصر العراق الذي لم يدم إلا ليوم واحد، مع هادي العامري وكتلة بدر والعصائب وقادة الميليشيات. كيف تعلق على هذا التحالف؟ أنا تحدثت في بداية اللقاء وقلت أنه هكذا التحالف كان وصف بالتيار البغيض من قبل القيادات السياسية الشيعية، وأنه بهذا التحالف أفضل عبادي إلى أن ألغى مفهوم الذي دعاه في أنه سيشكل قائمة عابرة طائفية، وأنه سيسعى إلى وجود حالة وطنية وكفاءات علمية. نحن نعلم أن هكذا التحالفات عندما ترتبط بميليشيات ليست فقط لديها القدرة على الحمل السلاح وأنها شاركت في كثير من العمليات العسكرية، نحن نقول أن هذه الميليشيات هي من ساهمت وتساهم في أن تكون لديها علاقة واضحة ودقيقة مع الأجهزة الاستخبارية والأمنية الإيرانية، بالتالي هي يشرف عليها القائد العسكري قائد حرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. فإذا هذه المنطلقات تتنافى مع موضوع الانتخابات وموضوع وجود عناصر مسلحة، وإن هم ادعوا أنهم تركوا العمل العسكري واتجهوا إلى العمل السياسي النخبوي، ولكن مع ذلك عندما يتحدث رئيس الوزراء عن هكذا قائمة يريد بها أن يكون جزءا من تحقيق تحالف سياسي، إنما يغالط جميع الحقائق التي تحدث بها. بالتالي نعلم أن هناك في هذا في التحالف أو في تشكيل الفتح المبين هناك ميليشيات لا تدين ولا تقبل بأن ترتبط بقيادات عسكرية أو قيادات سياسية أو مراجع دينية حتى في العراق، وإنما ترتبط وكما تقول قياداتها ومسؤولية حتى أنه ترتبط بالمرشد الأعلى والمقصود به علي خامنئي في إيران. فأين هنا الارتباط وما هو موضوع التحالفات إذا لم تكن تحالفات سياسية غايتها إحكام كما قلت السيطرة على العملية السياسية 4 سنوات قادمة في العراق،
وبالتالي هم يسعون إلى الأغلبية التي تحقق لهم في البرلمان في سنواته القادمة لكي يضفي إلى التصويت أو إلى تحقيق جميع ما يريدونه من إصدار قرارات تخدمهم وتخدم المشروع السياسي في العراق. هنا علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، وأن هذه هذا التحالف وإن لم يكن هناك إلا 24 ساعة وتلاشى، ولكن علينا أن نعلم أن هذا التحالف سيعاد بعد نهاية الانتخابات إن جرت، لأن هناك أدوات رسخت هذا. يعني هل هنالك رسالة خفية من بعد هذا التحالف وانفكاكه؟ أبدا، أنا أقول أنه حتى وإن ظهر للعيان أن هناك عملية خروج وتصدي إلى هذا التحالف، ولكن هذا التحالف تم التأسيس له وسنراه بعد الانتخابات بأكثر انسجاما، لأن الأدوات الإيرانية هي التي من تتحكم وهي من تقود العملية السياسية في العراق. طيب أستاذ نظيم، الولايات المتحدة الأمريكية عندما احتلت العراق في احتلالها البغيض عام 2003 أتت بعملية سياسية مبنية على نظام برلماني، النظام البرلماني انتخابات كل 4 سنوات لتشكيل حكومة من وجوه جديدة. لكن الغريب في العراق كل من تسنم الحكم أصبح العراق ملك صرف كأنما لأبيه. والغريب اليوم في حزب الدعوة هنالك قطبان، حيدر الأبادي ونور المالكي، اللذان قسما الدعوة إلى قسمين. حتى ائتلاف المالكي المسمى بدولة القانون يستغرب من كتلة نصر العراق أو تحالف نصر العراق الذي أعلنه حيدر الأبادي. كيف تعلق على هذا الأمر؟ يعني لا أرى توصيف أكثر من أنه نفاق سياسي. يعني الفترة السابقة كثيرا ما كنا نسمع تلميحات وأحيانا تصريحات من العبادي بأنه لا يريد للحج الشعبي أن يشترك بالعملية السياسية، والجميع كان يعتقد أنه سيتحالف مع الصدر لأنه كان هناك غزل ما بين تقارب فكري بينهما. لكن تفاجأنا بأنه تم إعلان تشكيل هذا التحالف الذي عمره يوم واحد. طبعا الصحف المقربة إلى حزب الله اللبناني ذكرت أن هذا التحالف، وطبعا طبلوا له كثيرا في نفس اليوم، كان هو ثمرة لجهد قاسم سليماني الجديد اللبناني. نعم، وجهوده بلم الأطراف الشيعية لجعل أن هناك تكتل كبير شيعي يدخل الانتخابات. نعم، وهذا أيضا يدلل على أن رئيس الوزراء العراقي لا يستطيع الجلوس على كرسيه إلا بعد الموافقة الإيرانية. هناك يعني ما تسمى هذه الكتل السياسية والأحزاب السياسية الشيعية ما هي إلا دمى في بيد قاسم سليماني. أو النظام الإيراني بشكل عام. لذلك ترى التحالفات اليوم تنفض، غدا تتشكل، لكن هناك شيء جديد ظهر لأول مرة في هذه الانتخابات، وهو أن بعض تلك الأحزاب بدأ يتململ ويريد الخروج عن النفوذ الإيراني ويحاول أن يجد له طريق آخر. لكن تم يعني استعمال العقاب له. أضرب مثل على ذلك هو عمار الحكيم حينما انفصل عن كتلة المجلس الأعلى بدون الرغبة الإيرانية، وقد في حينها يعني تم الحديث معه كثيرا لكي لا يفعل هذه الحركة، لكنه فعلها، لذلك قد تم وضع كروس عليه. وحاول كثيرا استرضاء النظام الإيراني لكن لم يفلح، وأصبح الآن يعني يرمي نفسه على هذا التحالف ثم يرمي نفسه على هذا التحالف. وأنا أتوقع أن هذا الرجل سوف لن يكون له الشيء الكثير بعد الانتخابات القادمة. طيب أستاذي، سأعود إلى عمار الحكيم، يعني هناك تفصيل يجب أن نتكلم به. أستاذي ياد، يعني النائب عن ائتلاف دولة القانون عامر الخزاعي رجح أن يتحالف المالكي مع الاتحاد الوطني الكردستاني لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. كيف سيتم هذا الأمر؟ والأكراد هم أول من رفض تجديد الولاية الثالثة لنور المالكي. المنعطفات في عملية التحالفات السياسية أو الترابط هو جاري وسيبقى قائما. يعني نحن الآن نعلم أن التحالفات انتهت من ناحية الدستورية، من ناحية التعليمات الخاصة بمفوضية الانتخابات لا يوجد هناك أيضا تحالفات تسجل من الآن، ولكن من المستقبل قلت بعد انتهاء الانتخاب ممكن أن يكون هناك تحالفات استراتيجية. نعم،
نعلم العلاقة التي تربط الاتحاد الوطني مع حزب الدعوة، ونعلم أن العلاقات الوثيقة التي تربط هذين الحزبين وقياداتهما. وكما أشرنا في بداية الكلام أن الوضع الآن في أقليم كردستان سيعود إلى تشكيل أكثر من قائمة تدخل الانتخابات، إن كانت انتخابات نيابية تتعلق بمجلس النواب، أو انتخابات تتعلق في مجالس المحافظات عبر محافظات الأربعة اللي هي دهوك، أربيل، السليمانية، وكذلك الكركوك الذي أعلن الحزب الديمقراطي عدم مشاركته بها قبل يومين. التغيير السياسي الذي عصف بمنطقة أقليم كردستان بعد 25 من أيلول ألقى بظلاله على كثير من الأمور من ضمنها هذه التحالفات أو هذه الانتخابات. وبالتالي نحن نعلم أن سير الانتخابات الآن القادمة يحاول الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، أن يجمع نفسهما. يعني هل الاستفتاء هو السبب الرئيسي، أم أن المنافع الشخصية التي تحصل عليها الأكراد عندما جددت الولاية في عام 2010 إلى نور المالكي لها دور أيضا في هذه العملية؟ لا، هي فعلا لا، هي الحقيقة الظلال التي أفضت إليها نتائج الاستفتاء الأخير في أقليم كردستان. وإلا كانت كما معلوم أن جميع الدورات الانتخابية السابقة تدخل جميع الأحزاب الكردية بقائمة واحدة لكي تكون هي بيض القبان في عملية تحديد مسار العملية السياسية في العراق وتحديد من يكون رئيسا لوزراء العراق. نعم أستاذ نظير، أعود إلى تحالف العبادي وهو نصر العراق. يوم واحد تنسحب منه 9 كيانات، 8 فصائل تابعة إلى الحشد الشعبي، من ضمنها العصائب وكتلة بدر. أيضا ما قيل أنه عدم الموافقة على انضمام تيار الحكمة إلى التحالف. لهذه الدرجة أصبح الحكيم اليوم مرفوضا في العراق، وهو ابن إيران الذي تربى فيها وقاتل معها ضد العراق في ثمانينيات القرن الماضي، هو ووالده وعمه. يعني كما تعلم أخي الكريم، النظام الإيراني هو لا تهمه الشخوص، هم يريدون أناس يخدمون قضيتهم. وعندما تستهلك هذه الشخصية يتم استبدالها كما كان في موضوع المالكي، استبدل في العبادي. الفصائل الحشد عندما خرجت من التحالف العبادي هذا كانت أحد أسباب خروجها تقول أن هناك شخصيات فاسدة لم تسميها، لكن من هو الفاسد؟ يعني هو من جاء إلى هذا التشكيل، يعني الذي مكون من العامري والحشد، جاء له العبادي والحكيم. فالمقصود بالحكيم، ويعني أنا أتفق مع فصائل الحشد حقيقة إن كان يصفه بالفاسد. التاريخ هذا الرجل يعني مليء بتجاوزه على المال العام، مليء بالصفقات المشبوهة المالية، واستحواذه على كثير من يعني أموال الدولة. فلم يخطئ في توصيفه بفاسد. حتى لا يدركنا الوقت، هناك سؤالان. أستاذ إياد، في سؤال أخير، الصدر وصف هذا التحالف بأنه بغيض، هل تعتقدون أن الصدر يعني فهم اللعبة، أم أنه يداعب مشاعر المواطن العراقي ويجعل من نفسه رجل المرحلة الحالية لكي يعاد انتخاب تياره؟ بدقيقة واحدة إذا سمحت. لا، هي صراع، هي حقيقة إذا كان ذلك فهي واضحة أن خلافات سياسية وصراعات سياسية للوصول إلى تحقيق غرض وصف الحالة السياسية التي بها البيت السياسي الشيعي، وبالتالي كان الوصف موفقا. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إياد عناس، كنت معنا من عمان عبر سكاي في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. في سؤال أخير أستاذ نظير، وهو الأهم في هذه الحلقة، ماذا تنصح الشعب العراقي أن يفعل في المرحلة المقبلة خصوصا في الانتخابات؟ يعني الصدق أقول لك أن الإجابة عن هكذا سؤال ربما لا يستطيع من هو متبحر في علم السياسة أن يجيبك عليه، ولا حتى المواطن البسيط يستطيع أن يجيب عليه. ولكن أحاول أن أجد مقاربة للإجابة عن هذا السؤال. الإنسان العراقي، المواطن العراقي، الشعب العراقي الآن هو في حيرة من أمره إزاء هذا العملية السياسية والتي لا يوجد بديل لها حاليا. إن اشترك بالعملية السياسية وانتخب نفس الرموز فهو لم يغير شيء إلا نحو الأسوأ، وإن لم يشارك ويقاطعها تماما
فببساطة يتم تزوير أصوات الشعب العراقي ويتم فرز نفس الشاكلة. لذلك يعني إنشاء الشعب العراقي، التغيير في واقعة عبر هذه العملية السياسية، أظنه يعني طريق طويل وربما مسدود الأفق. لكن هل الشعوب تنعدم الخيارات؟ حقيقة يوجد حل، ولكن ربما الشعب العراقي في مرحلة هذه يعني لا يقوى على العمل مثل هذا. قبل بضعة أيام كانت هناك انتفاضة كبيرة حدثت في إيران، لم أقول لك إنها نجحت ولكن هزت أركان النظام الإيراني. نحن نحتاج كشعب عراقي انتفاضة، ليس على هذا السياسي أو ذاك السياسي أو هذا الفاسد، إنما انتفاضة على النظام السياسي الآن الموجود حاليا، لأن هذا النظام السياسي لا يفرز إلا الفاسدين. كلمة شعبية جامعة إذن. وبالتالي يجب أن ينتفض عربها وكردها وسنته وشيعته من أجل تشكيل عملية سياسية أخرى غير التي نعيشها الآن. الباحث والمحلل السياسي الأستاذ نظير كندوري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حياك الله. حياك الله. في الختام مشاهدينا الكرام، أسابيع وسنكون على موعد مع انتخابات جديدة هي الرابعة منذ الاحتلال الأمريكي البغيض لبلدنا الحبيب، منذ أن غير العمسام خريطة العراق ووضع العصا في عجلة التطور العراقية وقدم أناس إلى الشعب أقل ما يقال عنهم أنهم جنود له ولإيران، هذين البلدين اللذين بذلا كل ما في وسعهما لتدميرنا، ليس لأننا هددناهم لكن وجودنا يكبح جماعهم ويقصقص أجنحتهم ويدفن أحلامهم ببلدان الوطن العربي. العراق اليوم بحاجة إلى رجال يقفون وقفة رجل واحد يرفضون هذه العملية السياسية المقيتة ويقدموا للعراق أناسا وطنيين من أجل إعادة إعمار العراق وجعله مزدهرا بكل شيء لتعود عاصمة الرشيد إلى سابق عهدها. على أمل اللقاء بكم يوم الأربعاء المقبل. أنا أفل الصقر وكادر البرنامج من خلف الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.